وبعد كده بيخافوا على نفسهم قوي يا نورا مش والله. طالعه شويه فاصل، برد شويه مش برد. طالعه فاصل، لا يعني مش طالعه. كملي يا نورا، عايزه اقول للبنت حاجه فيها خالد. كملي يا نورا. يعني اي حاجه شويه برد صغيرين يعملوا ان هم بقى مش قادرين يشتغلوا، مش قادرين يتحركوا، ان هم خلاص هيموتوا. هو انتوا فعلا بتخافوا على نفسكم قوي، بس برضو احنا مش بنعمم، في رجاله بتساعد وفي رجاله ما بتسببش توتر خالص لزوجتها، لانه ممكن يقوم يساعدها في البيت فعلا، انه حاسس قد ايه هي عندها مسؤوليات وحاجات كتيره قوي ضغوطات عليها في البيت وبره البيت. يا جماعه والنبي بالراحه علينا كده شويه، الرجاله اتقوا ربنا شويه في زوجاتكم. طبعا احنا مش بنتكلم على كل الرجاله، ولكن بنتكلم عن نسبه كبيره جدا ممكن تكون مصدر من مصادر التوتر والقلق لشركاء حياتهم او لشريكات حياتهم، وهم مش واخدين بالهم. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتم تساعدونا وتساعدونا في نفس الوقت.